طلابنا اليوم نتناول فقرة التحريض الذاتي. التحريض الذاتي، لنأخذ تجربة، من خلال هذه التجربة نستنتج ظاهرة التحريض الذاتي. بتمنى الانتباه بشكل جيد جدا على استنتاج ذاتية الوشيعة، طبعا غير موجود استنتاج بالكتاب لكن مطلوبي. طبعا هذه التجربة تضم وشيعة مصباح أبيال كهربائي مقاومة متغيرة مع زالقة، طبعا المقاومة المتغيرة عبارة عن معدلي قاطعة وأسلاك توصيل. الآن خطوات التجربة، نركب الدارة الموضحة بشكل المجاور. نلاحظ إلى الشكل عبارة عن مولد، مجموعة أبيال كهربائية، يعني مولد. نعم هذا مولد. الآن انتبهوا، المصباح موصول على التفرع مع الوشيعة. الآن عندما نغلق هذه الدارة أو نوصل هذه الدارة بواسطة أستاذ، الزالقة، نعم. الفقرة اللي قبل ما عدت لنا إياها. طيب، بدأت في التحريض الذاتي، بس انتهي إن شاء الله من التحريض الذاتي واستنتج ذاتية الشيعة، برجع بعد تكون الفقرة السابقة اللي ما حضر بعده إياها إن شاء الله. بالنسبة للتحريض الذاتي، نصل الدارة الموضحة بالشكل المجاور. طبعا هذه الدارة تضم وشيعة موصولة على التفرع مع مصباح كهربائي. طبعا هون في عندنا زالقة ومقاومة متغيرة، طبعا زالقة مقاومة متغيرة، مولد وقاطعة. طبعا بالنسبة للمقاومة المتغيرة، طبعا أنا بواسطة الزالقة، لو كانت الزالقة قبل المقاومة تكون إضاءة المصباح قوي، لكن بواسطة الزالقة يمكن أن نزيد من المقاومة بتضعف إضاءة المصباح. الآن عندما نغلق القاطعة ونحرك الزالقة، نعم نحرك الزالقة بهذا الشكل حتى تصبح إضاءة المصباح خافتة حمراء، إضاءة المصباح خافتة حمراء، طبعا بسبب وجود المقاومة. الآن طلاب، عندما نقوم بفتح القاطعة، يعني قطع التيار الكهربائي عن الدارة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المصباح، طبعا المصباح إضاءته خافتة حمراء، نلاحظ بأن المصباح يتوهج بشدة ثم ينطفئ. يعني هو إضاءته خافتة حمراء، عند قطع أو فتح القاطعة يجب أن ينطفئ المصباح، لكن نلاحظ بأن المصباح يتوهج بشدة ثم ينطفئ. ثانيا، عند إغلاق القاطعة من جديد، عندما بدي أرجع أوصل الدارة أو التيار الكهربائي إلى الدارة من جديد، نلاحظ بأن المصباح يتوهج بشدة ثم يعود إلى إضاءته الخافتة الحمراء. لنلاحظ السبب ونعلل. إذا في الحالة الأولى عند فتح القاطعة يتوهج المصباح بشدة ثم ينطفئ، مما يدل على حصول المصباح على طاقة كهربائية من مصدر آخر، يعني من غير المولد، لأنه أنا فصلت الدارة. طبعا لدارته المفتوحة، ولا يوجد طلاب في الدارة إلا الوشيعة، ويحدث هذا نتيجة التحريض الذاتي في الوشيعة. طبعا الوشيعة عندما كان التيار الكهربائي واصل على الوشيعة فيها تدفق مغناطيسي، في حقل مغناطيسي يتدفق فيها، عندما أقطع التيار يتناقص التدفق المغناطيسي داخل الوشيعة فيتولد فيها قوي محرك كهربائي. إذا التعليل، إن فتح القاطعة يؤدي إلى تناقص شدة التيار المار في الوشيعة، فيتناقص تدفق الحقل المغناطيسي المتولد في الوشيعة خلال الوشيعة نفسها، الأمر الذي يولد قوة محرك كهربائي متحرضة في الوشيعة
طبعا أكبر من القوة المحرك الكهربائي للمولد، لأن زمن تناقص الشدة متناهي في الصغر، حيث تكون قيمة دي آي على دي تي أعلى ما يمكن. نعم، لحظة فتح القاطعة. إذن منعيد شرح التعليل. طلابنا عندما كان التيار الكهربائي موصول إلى الدارة إلى المصباح، المصباح إضاءته خافتة حمراء والوشيعة يمر فيها تيار كهربائي يتولد داخل حقل المغناطيسي. الآن عند قطع التيار الكهربائي عن الدارة يتناقص تدفق الحقل المغناطيسي في الوشيعة، فيتولد فيها تتولد فيها قوة محرك كهربائي تحريضي. فهذه القوة الكهربائية التحريضية، نعم، تتوجه مباشرة إلى المصباح فيتوهج المصباح بشدة. ثانياً، عند إغلاق طلابنا بالتحريض الذاتي، برجع بعيد الفقرة، بالتحريض الذاتي لدينا نركب هذه الدارة المؤلفة من مولد، مقاومة متغيرة، زالقة، طبعا هذه لزيادة المقاومة أو إنقاصها، مصباح موصول على التفرع مع وشيعة وقاطعة. أستاذ بيحطش. نعم أستاذ، هاي الفكرة شرحتها. صوتها بيحطش. طيب بدكم تتحملونا شوي على النت. الآن عند إغلاق القاطعة نحرك الزالقة بحيث تصبح إضاءة المصباح خافتة حمراء. السؤال الآن، عند قطع التيار الكهربائي عن الدارة أو عند فتح القاطعة ماذا نلاحظ؟ الآن عند إغلاق القاطعة من جديد، يعني وصل التيار الكهربائي إلى الدارة من جديد، ماذا كذلك نلاحظ؟ الآن قال عند إغلاق القاطعة يتوهج المصباح بشدة قبل أن ينطفئ، مما يدل على حصول المصباح على طاقة من مصدر آخر يعني غير المولد. طبعا الدارة مفتوحة ولا يوجد في الدارة إلا الوشيعة، طبعا الموصولة على التفرع مع المصباح، ويحدث هذا نتيجة التحريض الذاتي في الوشيعة، حيث أن فتح القاطعة يؤدي إلى تناقص شدة التيار المار في الوشيعة، فيتناقص تدفق الحقل المغناطيسي المتولد في الوشيعة خلال نفس الوشيعة، الأمر الذي يولد قوة محرك كهربائي متحرضة في الوشيعة. طلابنا كان التيار مار في الوشيعة، عند قطع التيار الكهربائي عن الدارة يتناقص التيار في الوشيعة، فيتناقص تدفق الحقل المغناطيسي في الوشيعة، إذن فيتولد فيها قوة محرك كهربائي تحريضي. هذه القوة أكبر من القوة المحرك القادم من المولد. طبعا السبب هو أن زمن تناقص الشدة متناهي في الصغر. الآن عند إغلاق القاطعة من جديد يتوهج المصباح ثم يعود إلى إضاءته الخافتة الحمراء. السبب هون هو أن مرور التيار الكهربائي أو زيادة التيار الكهربائي أو عند وصل الدارة إلى الوشيعة، نعم، يزداد تدفق الحقل المغناطيسي المتولد عن الوشيعة في الوشيعة، فتتولد فيها قوة محرك كهربائي متحرضة. طبعا هذه القوة تمانع مرور التيار فيها، ويمر التيار في المصباح فقط مسببا توهجه قبل أن تخبو إضاءته بسبب تناقص دي آي على دي تي، وازدياد مرور التيار تدريجيا في الوشيعة حتى ثبات الشدة، فتنعدم القوة المحركي الكهربائي المتحرضة. الآن طلاب لو لاحظنا في هذه التجربة نلاحظ أن الوشيعة قامت بدور محرض ومتحرض في آن واحد، لذلك ندعو الدارة بالدارة المتحرضة الذاتي، وندعو الحادث بالتحريض الذاتي، بالتحريض الذاتي، لأن الوشيعة قامت بدور محرض ومتحرض. يعني أنا ما أتيت بمغناطيس من برا وقربته على الوشيعة وبعدته، لا، الوشيعة يمر فيها تيار كهربائي فيتولد داخلها حقل مغناطيسي.
هذا الحقل المغناطيسي يتدفق فيها، ناتج عنها ويتدفق فيها. عند قطع التيار يتناقص التدفق فيتولد فيها تيار قوي محرك كهربائي تحريضي. عند وصل الدارة إلى الوشيعة يزداد التدفق فيتولد فيها قوي محرك كهربائي تحريضي. الآن طلابنا كيف نستنتج ذاتية الوشيعة؟ إذا استنتاج ذاتية الوشيعة، الآن عندما يمر تيار كهربائي في أي وشيعة، عدد لفاتها N ومساحة مقطعها S وطول هذه الوشيعة L، عندما يمر فيها تيار كهربائي يتولد داخل هذه الوشيعة حقل مغناطيسي شدته تعطى بالعلاقة P تساوي 4B في 10 قوي ناقص 7 بN بI على L. أي وشيعة يمر فيها تيار كهربائي يتولد داخلها حقل مغناطيسي، هذا الحقل المغناطيسي يتدفق داخلها. إذا أي وشيعة يمر فيها، هذه وشيعة مثلا يمر فيها تيار كهربائي، لو وصلها طرفيها بمولد سالب موجب، أي وشيعة يمر فيها تيار كهربائي وليكن بها شكل جهة هذا التيار، هذه الوشيعة يتولد داخلها حقل مغناطيسي. نعم، يتولد داخل هذه الوشيعة حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي B يعطى بالعلاقة 4B في 10 ضرب 10 قوي ناقص 7 بN بI على L. هذا الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعة في داخلها يتدفق داخلها، ويكون تدفق هذا الحقل من خلال هذه الوشيعة ذاتها التدفق فاي N، لأنه في عدد لفات N في S في B في كوساين ألفا، طبعا ألفا صفر، الزاوية بين الناظم على الوشيعة وبي. نعوض بي، طلابنا نعوض بي الحقل المغناطيسي. أنا ما عم بجيب طلاب مغناطيس مستقيم وقربوا بعده عن الوشيعة، لا، الحقل المغناطيسي نعم ناشئ عن التيار اللي مار في الوشيعة. هذا الحقل المغناطيسي بي شدته 4 بي في 10 قوي ناقص 7 بN بI على L. إذا بدل بي بدي عوض 4 بي ب 10 قوي ناقص 7 بN بI على L. طبعا تكلمنا أن فاي تساوي الصفر، كوساين الصفر يساوي الواحد. إذا فاي تساوي N في S في B، أعوض الطلاب B بدل قيمة B N ب S، نعم N في S، N في S بدل B نعوض 4 B في 10 قوي ناقص 7 ب N ب I على L. إذا 4 B ب 10 قوي ناقص 7 ب N ب I على L. طلابنا لتحسين العلاقة نضع 4 B في 10 قوي ناقص 7 في البداية، نضع 4 B في 10 قوي ناقص 7 في البداية. طلاب في عندي N قادمة من قانون التدفق، هاي N، والN الثاني عدد لفات قادمة من قانون شدة الحقل المغناطيسي، صار عندي 4 B في 10 قوي ناقص 7 في N مربع بS بI على L. إذا فاي تساوي 4 B في 10 قوي ناقص 7 بN مربع بS بI على L. إذا فاي تساوي 4 بي ب 10 قوي ناقص 7 ب ان مربع ب اس ب اي على ال. طلابنا الان الوشيعه يمر فيها تيار كهربائي فيتشكل داخلها حقل مغناطيسي، هذا الحقل المغناطيسي يتدفق داخل الوشيعه، فهذا هو قانون هذا هو قانون التدفق، تدفق الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعه في الوشيعه، هذا التدفق المغناطيسي في الوشيعة. طلابنا يمكن
في أي دارة كهربائية، في أي وشيعة يمكن أن يتولد فيها تيار كهربائي حسب فاراداي إذا تغير التدفق، إذا تغير التدفق. الآن طلاب، مرور التيار الكهربائي يمكن أن يتغير التدفق فاي إذا تغير التيار، إذا تغير التيار آي. نعم، وذلك عند قطع أو وصل التيار الكهربائي على الوشيعة. هلا إن مربع عدد لفات الوشيعة ثابت، إل طول الوشيعة ثابت، إس مساحة مقطعها ثابت، إذا يمكن أن يتغير التدفق إذا تغير آي. عندما أفصل التيار عن الدارة، أو عندما بالعكس عند وصل التيار عن الدارة. لذلك فاي يساوي إل بآي. إل هي ذاتية الوشيعة التي تساوي 4 بي في 10 قوة ناقص 7 بإن مربع بإس على إل. إذن آي الذي يتغير، إذن فاي يساوي إل بآي، آي هو الذي يتغير. إذن وتكون ذاتية الوشيعة إل هي إل تساوي 4 بي في 10 قوة ناقص 7 بإن مربع بإس على إل. إذن إن مربع بإس على إل، هذه هي ذاتية الوشيعة. أي سؤال طلاب على استنتاج الذاتي؟ أستاذ شلون بيجي سؤاله؟ استنتج ذاتية الوشيعة بكل بساطة. لذلك نحن نقول عندما يمر تيار كهربائي، حتى طلاب موجود هذا السؤال في الأسئلة في نهاية الدرس، استنتاج ذاتية الوشيعة، أسئلة نظرية ما له موجود استنتاجها بالكتاب لكن مطلوب. نحن عم نقول أنه الوشيعة عندما يمر فيها تيار كهربائي يتشكل داخل حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي هو 4 بي في 10 قوة ناقص 7 بي ان بي اي على ال. هذا الحقل المغناطيسي المتولد داخل الوشيعة هو يتدفق داخلها، يعني أنا ما عم بجيب مغناطيس من برا، فبحط قانون تدفق ان في اس في بي، طبعا في كوساين الصفر واحد، اذا ان في اس في بي، بي هذا بي هو الحقل المغناطيسي المتولد عن الوشيعة والذي يتدفق داخلها، فبي بحط بداله 4 بي ب 10 قوة ناقص 7 ب ان ب اي على ال، صار عندي ان مربع وعندي اس وعندي ال طبعا في المقام واي. اذا بعزل اي جانبا، اي شد التيار لانه يمكن ان يتغير التدفق اذا تغير اي شد التيار فقط. يعني انا الكهرباء موصولة على الوشيعة، كيف بدي ازود عدد اللفات او نقصن او غير مساحة السطح او طول الوشيعة؟ اذا يتغير التدفق هون اذا تغير اي التيار، فباقي الحدود هو مقدار ثابت. 4 بي في 10 قوة ناقص 7 ب ان مربع باس على ال هو مقدار ثابت، سمينا ذاتية الوشيعة. هاي امور ذاتية خاصة بالوشيعة. نلاحظ ان الذاتية تقاس بالهيلري، طول بالك. نلاحظ ان امثال شدة التيار مقدار ثابت يميز الوشيعة، يسمى ذاتية الوشيعة ال، واحدتها واحدة قياسها هي طبعا في الجملة الدولية هي الهنري، الهنري اتش طبعا. والهنري هو ذاتية وشيعة او ذاتية دارة مغلقة يجتازها تدفق مغناطيسي قدره ويبر واحد عندما يمر فيها تيار شدته واحد امبير. عندما يمر فيها تيار شدته واحد أمبير، يمكن أن نقول بأن فاي شدة الحقل المغناطيسي فاي يساوي إل بآي. هذا يؤدي إلى أن إل الذاتي هو فاي على آي. طبعاً الذاتي، طبعا الهنري هو ذاتية ال ال ذاتية وشيعة يقاس بالهنري اتش، فاي يقاس بالويبر التدفق المغناطيسي، واي يقاس بالامبير.
فأقول هنري هو ذاتيت وشيعة. عندما يكون التدفق المغناطيسي فيها واحد ويبر، إذا مر تيار كهربائي تيار راح نكتب هون شدته واحد أمبير. نعم، إذن الهنري هو ذاتيت وشيعة أو ذاتيت دارة مغلقة عندما يجتاز وتدفق قدره ويبر واحد عندما يمر فيها تيار شدته واحد أمبير. إذا تصبح علاقة القوة المحرك الكهربائي المتحرض الذاتي بدلالة شدة التيار الذي يجتازها. طلابنا أوبسيلون تساوي ناقص دي فاي على دي تي. أوبسيلون تساوي ناقص دي فاي على دي تي. يساوي ناقص دي فاي على دي تي. ويساوي ناقص دي على دي تي. أخذناها بالتحريض العادي. دي على دي تي. طلابنا بدل فاي راح أحط ال بي آي. فاي التدفق يساوي ال الذاتي بي آي. بما أن ال مقدار ثابت اللي عم يتغير هو اي عند قطع او وصل الداره. تصبح اوبسيلون تساوي ناقص ال بدي اي على دي تي. يعني يمكن ان نكتبها اوبسيلون تساوي ناقص ال باي فتحه بالنسبه للزمن. اذا في التحريض الذاتي اذا طلب مني حساب القوي المحرك الكهربائي المتحرض الذاتي أقول أوبسيلون تساوي ناقص L بدي آي على دي تي أو ناقص L بآي فتحة بالنسبة للزمن.